بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. حنا كنتواجدوا بالطانة قريبة المحطة الطرقية ديال الترامواي، قريبة المحطة الطرقية ديال الكيران، قريبة جميع المرافق، شقة ملكية عدلية. أما تقوليش العدول عاوتاني فيهم الشك، لا كنتي شكيتي في العدول شكت المرة اللي عندك في الدار، حتى هي مقطعة عند العدول كاغط جوج حوايج تخير. ثانيا عندها نصف السطح ديالها بابو بوحدو، يعني تقريبا عطات واحد 45 متر كاري تقريبا في السطح اللي هو بابو بوحدو، غتشوفوا الفيديو كامل. ثمن اخواني الكرام اللي كيطلب صاحب الشقه هو 68 مليون سنتيم، ربما غيكون فيها نقاش ربما ما غادي يكونش فيها نقاش، المهم دائما قابل للتفاوض مع صاحب العقار. انا لا اناقش ما لا املك، انا كنركز على القانون ودائما القانون ثم القانون ثم القانون. طبتم اينما كنتم اينما ارتحلتم فالله دائما معنا ومعكم. نشوف الشقة وربي يجيب الخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواني الكرام اهلا وسهلا بكم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، اتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. الدرج هذا كيطلعوا اخواني الكرام سطح مقسوم بوحده، يعني ما مشتركش مع الناس، تقريبا شي 46 متر. شقة بطانة مدينة سلا قريبة للتيران قريبة للترامواي. دخل عيادي اخويا الكرام كاين الحمام واليت، وهذا هنا كاين دوش، كاين لافو ديالو، وكاين هنا صندوق الحليب. اون فاس ما هنا كما كنا مع الدخله كاين حمام وكاين واليت، كاين دروج كيطلعوا السطح اللي هو بوحدو. وهنا كاين كوزينة كما كتشوفوا كبيرة تبارك الله ما شاء الله، صالة مونجي ديالها، شمشة، الريدو كيطلع من الطوب مزيان، الشمس اتجاه رباطية اتجاه ممتاز، طرابيع وكوزينة على العادي. نركزنا على الكوزينه لان كنعرفوا العيالات خصهم يتحركوا. كوزينه كبيره ما شاء الله كما كتشوفوا، عندك في تهز حوايجك البلاكار. انفاس معايا كاين بيت الناس، كوزينه كاين بيت الناس، البلاكار ديالو انتيغري، بلافون مزوز تبارك الله ما شاء الله، هذا بيت الناس هنا. انفاس كاين صالون، كاين صالون هو هذا او بيت، وهنا صالون تا هو مشمش كيجي في اتجاه الشرق. الثمن اخواني الكرام 68 مليون سنتيم، قدر يكون فيها نقاش قدر ما يكونش، المهم الا كان النقاش غيكون في اطار معقول احترام. وكاين نصف السطح اللي هو بوحدو باب بوحدو، وهنا كاين بيت تا هو كما كتشوفوا يمكن له نستعملوه صاله او بيت الدراري، تا هو عنده دوفاسات شوكا عنده جوج شارجم، شارج كيشوف الشرق وهذا كيشوف اتجاه الرباط. شقة ممتازة كما كتلاحظوا اخواني الكرام، مصلوحة مزيان، مضوية مشمشة، يعني كما نقولوا جوج صالات تبارك الله. يمكن لي خدمة هنا يمكن لي خدمة هنا، راه 80 متر، عدلية ملكية قانونية، باش حتى شي واحد ما يجي يقول لنا العدول راه ما دايزينش. إلا ما دوزش العدول في العقار راه حتى العقد الزوجية اللي عنده في الدار راه ما دايزش، باش نكونوا واضحين، باش ما يجيش واحد يناقش معنا الموضوع. العدول عندهم حق يكتبوا العقار كما عند الحق النوطير كعند المحامي معتمد، باش ما ندخلوا في الامور ديال القانون، حنا كنركزوا على القانون اكثر ما كنركزوا على الثمن. الثمن كيتناقش كلام الله هو الذي لا يناقش. كما كتشوفوا اخواني الكرام شقه روعه ممتازه. دابا غادي نشوف لكم السطح بوحدو تقريبا فيه واحد 45 ولا 46 متر، فهاد السطح بابو بوحدو غادي نشوفوه وغتبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، وغادي نعطيكم المعلومات ككل. كما كنت كاين صالة، كاين صالة، كاين بيت نعس، كوار كبير، كاين كوزونة إيكيبي كما كتشوفو، الشمشة حتى هي. وهنا في الاتجاه هذا كاين حمامات، كاين طواليت هنا، وكاين حمام هنا، وكاين دش
إذن حنا غادي نشوفو دابا السطح اللي هو فورمو بوحدو. بسم الله على بركة الله، يعني راه غادي شقة تقريبا نص، يعني شقة ونص مسهلاش بوغو بوحدو. كما كنشوفو إخوان الكرام، هاد البردير السطح بوحدك كتحل وكتسد وحدها، فيه ماشين عربي هنايا. شوفو كاين هنا كما كتلاحظو السطح بعيد عليك، وهنا تبارك الله راه شقة تقريبا هنايا كما كتلاحظو، راه شقة دير له هو الفرش ديالو، كليسا مريح، بلاصة لانطريمون، ولا بغا يقادو شغلو هاديك يدير له الدراتيك ويقص مرطة الدراري ما كاين تا مشكل. كاين بيرو هنايا كما كتلاحظو إخواني الكرام، سطح كبير ما شاء الله، الله يبارك. بسم الله، شوفو هنايا الكرسي